بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة النهاردة جميلة جدا، يعني خامات بسيطة وحاجات قليلة جدا، هتقدر تأكلي كل العيلة أو تعملي عزومة كبيرة، وإن شاء الله حاجة تشرفك إن شاء الله. لما تعمليها هتحسي إن أنت عملتي حاجة جديدة، مع إن أنت ممكن تكون عندك الخامات تحت أمركم في أي حاجة وفي أي طلب أو في أي طبق أنتوا عاوزيننا نعمله أو عاوزيننا نعمله بطريقة جديدة، ما فيش أي مشكلة. أنا أصلا دي فكرة البرنامج أو فكرة القناة، إن إحنا نعمل أطباق عالمية مشهورة بطريقتنا إحنا، طريقتنا إحنا مطبخنا الشرقي أو مطبخنا العربي. عايزين يبقى لنا مطبخ عربي جامد قوي. مع السلامة، يلا ننزل المطبخ. النادر بتاعتنا كمون، ناخد معلقة صغيرة، رشة صغيرة روزماري، رشة صغيرة كركم، في زيت زيتون طبعا بتستعمله، شي سي فود مشكل عبارة عن كاليماري، جمبري، ماشي، ومن غير سمك فيليه، نخلي محار 4 حبات، السي فود المشكل كيلو، يعني 300 جرام من كل حاجة. أنا استعمل 4 فصوص توم، رش دقيق، كرفس، طماطم متقطع صغير، طماطم، هناخد رشة كاري، هنستعمل حوالي 2 وشين كريمة. يلا بينا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. أول نقطة البطاطا الذهبي، شكلها جميل جدا. بعد كده هجيب الكرفس، أنا مستني يسخن تمام ويديني شتي. أنا كنت متفق ما اتكلمش والله، بس حاسس إن أنا هبقى غتيت يعني أو هبقى رخم، وبعدين مش عارف، حاسس اني عايز اشرح. انا اتفقت معاكم ان انا رجائي يعني. طب اسكت طيب ولا ايه؟ الاول بقى ايه؟ هنسوي الجمبريتين دول اللي هنجرب فيهم، وفي نفس الوقت في وقت التوابل يا جماعه. بس قبل التوابل هندي سنة شوربة كده. طبعا انت لو عندك شوربة فراخ ماشي، شوربة لحمة ماشي، شوربة سي فود ماشي. انا حطيت اللي هو الروزماري طرف كده، طرف معلقة روزماري. طرف معلقة روزماري، يعني الروزماري هي بسيط خالص، كركم بسيط برضه. احنا اتفقنا على الطماطم ماشي، كمون قلنا معلقة، وهنا كاري، متقلقوش ما كانش فيها هي معلقة واحدة بس. انا هحط بقى ايه؟ رشة دقيق، ذرة دقيق. التوابل هتبدأ تديني لون وتديني تيست. فنجان الشوربة اللي انا حطيته ده زي ما انتوا شايفين، هي ممكن تطلع كده طبق تاني يعني، ممكن نزود لها شوية مشروم نطلعها على كده. السي فود بالمشروم ايه المشكلة؟ زي ما هي كده، ونرش عليها مثلا عصرة ليمونة، ونحط لها مثلا شوية زبدة، ونطلعها ايه ليمون بطر. ما فيش اي مشكلة، كل واحد وفكرته. نحط عليها شبت بس كتير، ونكتر لها شبت، ونحط عليها شوية فلفل اخضر لحد ما يستوي، اخر ونطلعها بالخضار.
وبيقول لكم يا ريت ما تنسوش الاشتراك والسبسكرايب والشير وتدعمونا عشان نستمر دايما بفضل تعاونكم. كل سنه وحضراتكم طيبين والسلام عليكم.